رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في شباب قول وفعل، وليه تكلمنا عن أسس وطرق البحث العلمي. لا ياخذكم خلونا نقول المخ بذاك الراي ان البحث العلمي هو وي قبل روح وطلع اطلاع خارجي وطلع، لا 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 لا، ترى البحوث العلميه جميله. الانسان شلون يوصل الى مرحله مفكر من غير بحث علمي؟ الانسان شلون يرقى في مجتمع وهو عايش فيه من غير باحث علمي؟ الانسان شلون يصير انسان ويترك مرحله البشريه ويسمو بروحه الى السماء العليا ان لم يكن يبحث في البحث العلمي؟ ذلك راح يكون معانا اخونا حبيب قلبنا، وتشرفنا هذه ثاني مره اقابله، ناصر الصايغ الباحث العلمي والمدرس، خلونا نقول او اسيستنت تيتشر، موجود في انتهاء الكليه الاستراليه. ما شاء الله سي في طويل وجميل جدا، انا راح اخليه يسهب ويتكلم عنه، لكن في البدايه نقول له مسيك بالخير يا اخوي. الله يعطيكم العافيه. مساك الله بالخير. الله يعطيكم العافيه. اول شيء حاب اشكركم على هذه الاستضافه، وهذا مو شيء غريب على تلفزيون الكويت، ويعطيكم الف عافيه. بالنسبة حق الوضع الحالي، أنا أشتغل في معهد الكويت للأبحاث العلمية كمشارك أبحاث، وكان عندي خبرة 3 سنوات في التدريس في الكلية الأسترالية كمدرس في القسم الهندسة الميكانيكية. ما شاء الله، سي في جميل ورائع، يعني الأمان الواحد يفتخر لما يشوف شاب كويتي يمتلك هذا السي في واشتغل بأكثر من مكان في نفس الوقت. أكيد أكيد، مثل السي في الجميل والحلو في طبعا انضمامك إلى البحث العلمي ومفهومه، نبي نعرف مفهوم البحث العلمي منك. أوكي. بالنسبة حق البحث العلمي، احنا دائما نقدر نتخيله بصورة جدا جميلة، هو عبارة عن السفر في المستقبل. الله. بمعنى ان انا اشوف شنو المشاكل اللي ممكن تواجه الدولة في حالنا هي دولة الكويت. حلو. في المستقبل، خلينا نقول بعد 20 سنة، وادور له على حلول حاليا، بحيث ان انا ما اقع في هذه المشكلة عندما اوصل لها. نعم. ابسط مثال على هذا النوع من المشاكل اللي ممكن انا احلها في البحث العلمي اللي هو الكهرباء. فالكهرباء انت الحين تسوي لها دراسه ان انت ايش كثر راح تحتاج المستقبل، وبناء على ذلك انت قاعد تبني محطات كهربائيه عشان ما تقع في هذه المشكله. حلو. وفوق هذا ذاك، يمكن لو نتكلم استاذ ناصر، تدور على بدائل وحلول للامور المتوافره عندك. على سبيل المثال الكويت الله انعم علينا بجو حار جدا وشمس مشرقه مشمسه، ما نبي نستخدمها بس حق التان، نبي نسوي خلنا نقول انت على البليتس ملوت الطاقه الشمسيه والسولار انرجي وهذا وكذي. فكلمنا شوي يعني مثلا من واقع تجربه، التجارب اللي انت قمت فيها من خلال البحث العلمي لتطوير البلد اللي احنا عايشين عليه. ممتاز. بالنسبه حق انا افضل شيء انا احب اواجهه اللي هو استهلاك الكهرباء، لان هي هذه تعتبر المشكله الرئيسيه، وخاصه ان احنا بلد بترولي يعتمد على انتاج الكهرباء من احتراق الديزل. صحيح. اللي هو ناتج من نواتج البترول. لقينا ان احد المشاريع الحاليه اللي انا قاعد اشتغل عليها هو استعمال ماده من الطلاء النانو نحطه على نوافذ المباني. هذا الطلاء يقلل دخول الاشعه الحراريه، ولكن بنفس الوقت يخلي يدخل الاشعه الضوئيه حق المبنى، فالاضاءه تكون جيده ولكن حراره اقل. ليش انا اسوي هالشغله هذه؟ ابي اقلل استهلاك الكهرباء من التكييف. حلو. التكييف في اي مبنى هو العامل الرئيسي او الاكبر لاستهلاك الكهرباء في الكويت. صحيح. من ناحيه المباني. فهذه الدراسه ممكن استعملها حاليا اللي انا قاعد اسويها على المباني، ممكن تتطور نستعملها حق الخلايا الشمسيه. حلو. ممكن تتطور اكثر واكثر ان نستعملها حتى حق السيائر. هذا طبعا لاشعه الشمس اللي داخله على المباني قاعدين توفرون لها. نعم. ان امتصاص. نعم. الحراره بطريقه طبعا تبرد على المكان داخل، ما تسخنه وتوصل الحراره. احنا بكل بساطه اذا نوضح حق المشاهد، احنا قاعد نمنع الاشعه، طبعا انواع. صح. ولكن احنا نركز عليه الحراري والضوئي. احنا نمنع الحراري او نقلله، ما تقدر تمنع 100% ولكن تقلله، وبنفس الوقت تسمح حق الاشعه الضوئيه انها تنفذ. صحيح. الحين احد الشغلات الموجوده في الكويت، احنا نطالع انه في مثلا بالسيايير الجو حار بالصيف، لما تدش سيارتك تلقاها جدا حاره، دخان دخان عليك بالضبط. ذيك المره ماسك السكان انا بدش داشه. صحيح صحيح. فشيء جدا جميل، انت قانون الكويت ما يسمح لك انك تغيم، خلينا نقول اكثر من 30%. اكثر من 30%. فاحد الطرق او الشغلات اللي احنا مقترحينها وان شاء الله راح نشتغل عليها اكثر، ان انت تحط هذا الطلاء غير حق المباني، حق الدرايش النانو. يس، النانو كوتنج. فانت قاعد تقلل الحراره ولكن الاضاءه موجوده، انت لما ترد حق سيارتك راح تلقاها دافيه. طبعا هذا شيء يشتغل عكسي، بمعنى ان انت بالصيف تلقاها ابرد وبالشتاء تلقاها ادفى.
حلو، هذا كله سر بالنانو كوتينج. هذا بالنانو كوتينج. ممتاز، يعني الأمانة الواحد يستمتع لما يسمع الكلام هذا. إنزين أنت كذي أستاذ ناصر، خلنا نقول شلت هم وشلت حمل من على قلب مواطن مثلا، أو من على قلب موظفة ما عندها مصفط، ومن على قلب شخص عايش في هذا المجتمع. فلما نرجع حق كلمة مجتمع ونرجع حق هذا المصطلح، شلون البحث العلمي يطور من المجتمعات؟ يمكن أنا وياك ندري، يمكن بدر يدري، يمكن كثير المشاهدين يدرون، لكن هناك فئة تغفل عن أن شلون البحث العلمي يطور ويسمو بالمجتمع أكثر وأكثر. بالضبط، أنت حاليا لما تثقف المجتمع وتبين له ان شنو امكانيات اللي موجوده برا في العالم الخارجي وشنو ممكن احنا نطور فيه، المجتمع نفسه راح يعيش مرتاح اكثر، صح ولا لا؟ صحيح. انت لما توفر له مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال الايفون، الايفون عنده فيه كذا خدمه، في كذا برامج، هذا كله قاعد يسهل من حياه المجتمع. صحيح. انت لما تقارنها بالنسبه، خلينا نقول من ناحيه اقتصاديه على الدوله، عندك مثلا، انا احب المنتجات النفطيه، عندك المنتجات النفطيه مثلا، انت بدل ما ان نستعملها كلها احنا ككهرباء هنا في الكويت، او بنستعملها مثلا خلينا نقول كتعطيك طاقه معينه على سبيل المثال ديزل، ونطلع منها اشياء. بالضبط. مو بس كذي، انا يعني احد الشغلات اللي فعلا يعني ان شاء الله عجبتني وممكن استعملها، انك انت تطور من الديزل فيول اللي ناتجينه من الكي ان بي سي، بحيث انه يعطيك طاقه اكبر باستهلاك اقل. انت الحين لما تسوي هذا الشيء، انت ممكن هذه المنتجات تبيعها برا الكويت. صحيح. فانت العائد عليك كدولة يكون أكبر من أنك أنت فقط تحرقه كميات كبيرة. حلو، ممتاز. طبعا أبحاث العلمية كثيرة. صحيح. اللي قاعدة تصير من الجانب الاقتصادي، من الجانب اللي هو طبعا ما يخص الكهرباء يعني الكهرباء والأمور الطاقة الشمسية. صحيح. فأنا بنتكلم عن أهم الأبحاث العلمية اللي قاعد يتم طرحها طبعا في ما يخص الجوانب الاقتصادية، وما يخص طبعا كبدائل موجودة أو نقدر نستعملها. صحيح صحيح. حاليا عندك مثلا ابحاث اللي هو مثل ما سامعين انتم الخلايا الشمسيه. صح. والطواحين الهواء، هذه كلها مصادر متجدده من الطاقه، متوفره وموجوده من غير اي تكلفه. انت محتاج فقط جهاز يحول لك من، فرضا اذا كان طواحين الهواء، من حركيه الى كهربائيه، كونفرتر يكون. اكزاكتلي. فعندك طواحين الهواء، اذا تبي على الخلايا الشمسيه، الشمس موجوده، انت كل اللي قاعد تسوي انك تاخذ اشعه الشمس وتحولها الى كهربائيه عن طريق الواح، كونفرتر، مثل ما انت قلت الاول، الواح شمسيه. عجبتني على كونفرتر، حبيت الكونفرتر هذا لانه تكونفرتس. انا ابي اتاكد من معلومه، والمعلومه هذه يمكن تخص كل من قاعد يبني بيت او اقبل على بناء بيت او خلص من بيته وقاعد يشطب بيته. نعم. يقولون ان معهد، يقولون نعم، والعتب على الراوي، انا معهد الكويت للابحاث العلميه، اذا كنت تبي تقلب بيتك خلينا نقول سولار انرجيتك هاوس او شيء كذي، ممكن يساعدك في هذا الموضوع، كونك احد الناس اللي اشتغلوا في معهد الابحاث العلميه، مدى صحه الموضوع هذا وشلون ممكن نستفيد منه كشعب كويتي. صحيح صحيح. احنا بالنسبه حق هذا طبعا اللي وفروه اللي هو مؤسسه كويت التقدم العلمي، هم السبونسرز حق هذا الموضوع في التعاون مع معهد الكويت للابحاث العلميه. احنا شنو نسوي؟ احنا نحاول ان الأشخاص بناء على مساحة البيت طبعا، على المساحة الموجودة فوق بالسطح، إذا كان مناسبة احنا نوفر لكم ألواح شمسية. هذه الألواح الشمسية تعمل على تغطية جزء ولو كان ببسيط من استهلاك الكهرباء. حلو. انت بهذه الطريقة انت قد تساعد وتخدم البلد في توفير الكهرباء. راح يستغني عن الكهرباء؟ ما تقدر تستغني عن الكهرباء، ولكن انك انت قاعد يكون عندك احتياطي، او يس تقلل الاستهلاك الموجود. حلو، ممتاز. تبي تسوي بعد؟ انا قاعد اشوف استاذ الحين بما يخص الموضوع هذا اللي تكلمت فيه انت مع هاشم توه. نعم. انطرح بما يخص الالواح وتوفيرها الى المنازل. اليوم قاعدين نشوف طرح، قاعدين نشوفها، يعني شفنا ايضا بوسائل الاعلاميه وسائل التواصل الاجتماعي، انه بدوا بانه ما يختارون منازل معينه بطلبات، ولكن بشروط ايضا تكون البيت جديد. فيا ريت اذا عندك يعني خلفيه عن الامر نتكلم فيه. مثل ما قلت حق استاذ هاشم، انه هو جدا مهم ان تكون مساحه البيت مناسبه، وان المساحه في السطح تكون مناسبه انك تضع الالواح الشمسيه. بنيان جديد لازم يكون طبعا. بنيان جديد اكيد، بس ما تبي يطيح لك، بس إنه لا بس انه هو المساحه وايد مهمه، ليش؟ ان الالواح الشمسيه راح تكون حجمها شويه كبير. حلو. فهي تحتاج تكون مساحه، اذا كانت على مساحه صغيره ما راح تقدر توفر لك طاقه كهربائيه بالحجم بالكميه المطلوبه،
فعشان شيء احنا نفضل ان تكون مساحه كبيره. حلو، هذا يعني الموضوع جانا وسببه كان الابحاث العلميه الجميله. لذلك دائما اقول لكم العالم الحضاري دائما ما يتوجه الى العمل على الابحاث العلميه. نبي نفتش المقوله هذه، العالم الحضاري دول عالم ثالث، انزين، وبحث علمي. شنو الرابط بالمثلث الخطير هذا؟ اوكي، انا ممكن اعطيك رابط على دوله الكويت افضل. حلو، انت بالنسبه حق يعني احد الشغلات اللي صراحه نفتخر فيها كمعهد الكويت للابحاث العلميه ان احنا نستقبل الطلاب سواء من داخل دوله الكويت، الطلاب الاكاديميين سواء في الجامعات او في المعاهد الخاصه في داخل دوله الكويت او من الخارج دوله الكويت، الجامعات اللي تكون في امريكا او بريطانيا او غيرها. العمل اللي قاعد نقوم معاهم جدا ممتاز. على سبيل المثال احنا اشرفنا على مشروعين من مشاريع تخرج الطلاب من الكليه الاستراليه. احد المشاريع انه كانت، طبعا هذا شيء سابق لاوانه ان اعلن عنه، بس انه خلينا نقول انه انتجنا نوع جديد من الوقود. الله، اوكي، هذا الوقود الطاقه الانتاجيه او قول خلينا نقول بدايه خصائصه مقاربه من الديزل، اوكي، والطاقه الانتاجيه اللي تطلع لك جدا مقاربه للديزل. الحين في التكلفه هني هذا الشيء الجميل بالموضوع، cheaper than the diesel. الديزل 170 فلس في الكويت. صحيح، هذا الوقود يعني مبدئيا التكلفه المبدئيه كلفتنا تقريبا 24 الى 30 فلس حق اللتر. ممتاز، يعني اقل من سعر بطل المي اكيد. نعم، الحين مو بس كذي، هذا الوقود طبعا احنا هو هذا تبع معهد الابحاث، ولكن جزء من هذه الدراسه وجهناها الى الطلبه كمشروع تخرجهم. حاليا ان شاء الله راح نسوي دراسه جدوى حق هذا النوع من الوقود، واذا اثبت انه هو فعلا يصلح انه يكون كمصدر بديل او مساند، خلينا نقول مو شرط يكون بديل، مساند حق دوله الكويت، راح نطرحه ان شاء الله. حلو، للامانه شيء جميل جدا. انت عندك سؤال قلبك شاغبك عليه صح؟ اي والله. والله في سؤال اللي هو طبعا السيارات الحين ما في طبعا بديل، ما اكتشفته بديل مثل طبعا ادخاله، هو اكتشاف يمكن صار للدول الاسيويه شغاله فيه اللي هو الغاز. أوكي. انا سمعت ما ادري مثل مقول على القايل سيارات تنفجر وما ادري شنو، ما ادري يقولون على الغاز راح يسوون سيارات الكويت يجهزونها بهالطريقه، هذا الشيء صحيح؟ على الغاز والله ما عندي فكره، بس انه في احد الشغلات احنا على فكره لما ارجع لك على الفيول، انا اعتذر منك، الفيول هو اي ماكينه ديزل حلو تشتغل على هالفيول، فمعناته حتى سيارات الديزل ممكن تشغلها على هذا الوقود الجديد. الحين بالنسبه حق نرجع حق سؤالك على الغاز، طبعا ما عندي فكره، ولكن في شغلات اضافيه كانوا يسوونها او قاعد يسوونها الحين، في ماده يسمونها بيزو الكتريك ماتيريال. حلو، اوكي، هذه الماده مجرد اي اهتزاز تولد لك كهرباء. حلو، بمعنى انت ممكن تحطها على البادي سياره، ممكن تحطها على عجلات السياره، ولما تمشي السياره الحين ممكن سياره تكون كهربائيه تشحنها، ولكن ان لما تمشي هذه قاعد تورد لك ايضا او تنتج لك ايضا كهرباء عن طريق اقل اهتزاز. حلو، انزين، البحث العلمي دائما يحتاج طرق مختلفه من الدعم. صحيح، فكباحث علمي انت كانسان مفكر، كانسان واحد يفتخر انك انت تنتمي الى هذا البلد، شو الاشياء اللي تحتاجها من دعم معنوي مادي غيره من هذه الامور مجتمعي؟ صحيح صحيح، البحث العلمي كشخص واحد ما يقدر يسوي، انا وجهه نظري كذي، تحتاج الى فريق عمل، وتحتاج ايضا الى دعم مادي. الحين الدعم المادي لانك انت تحتاج تشتري الاجهزه اللي راح تشتغل فيها والمواد الكيميائيه على سبيل المثال. الفريق تحتاج فريق كله يكون على قلب واحد وكله هدفه انه يطور هذه الدوله وانه حاب البحث العلمي. طبعا عندنا وايد بروفيشنالز اكزاكتلي، لازم يكون كذي. الحين بالنسبه حق الدعم، ترى حاليا احنا الحمد لله ان دوله الكويت ترى غنيه بالدعم، عندك على سبيل المثال مؤسسات النفطيه، جميع شركات النفط يعني قاعد يساهمون في دفع او المساهمه في البحث العلمي، عندك مؤسسه كويت تقدم العلمي، صحيح، من اكبر الداعمين حق البحث العلمي، وطبعا الوزارات الحكوميه الاخرى، طبعا كلا على حسب المشكله اللي يبي يحلها او مجال البحث العلمي اللي يناسب هذه الجهه. ممتاز، طيب اذا نتكلم عن اليه اختيار الابحاث العلميه شلون تكون؟ اليه او الاختيار. على اي اساس؟ صحيح، اليه الاختيار تكون على حسب حاجه المجتمع او نظره المستقبليه لهذا المجتمع. بمعنى إذا كانت نظرة المجتمع إن والله أنا بوفر مساكن حق المواطنين، فتكون الدراسة والبحث الأبحاث على كيفية تهيئة الأراضي حق مواطنين بحيث أن تغطي العدد المطلوب من المساكن. إذا كانت على كهرباء فأنت تشوف إيش كثر تحتاج محطات وإيش كثر تحتاج وقود بحيث أنك أنت تقدر تغطي هذه الأراضي الإسكانية المستقبلية والحالية، عرفت شلون؟
فغالبا ما تكون يا اما توجه دولي ان الدوله نفسها توجهها او تكون لحل مشكله موجوده او مطروحه. نعم. فهذا هو يكون الطرح. حلو. استاذ ناصر قبل ان ختم لو بسالك، اذا انا مثلا في يوم من الايام او اي شخص قاعد يطالعنا او اي انسان قلبه على هذا البلد حب انه يطور من فكره، حب انه يبحث في مجال علمي معين، حب انه يستعين في خبراتكم، حب انه يسوي شيء عشان يقول انا سويت حق ديرتي او رديت شويه او جزء من انتياء الجميل اللي ديرتي اعطتني اياه، شلون كناصر الصايغ خلينا نقول فئه محيطه فيك تساعدون هذا الشخص عشان يرتقي ويسمو بالبلد اللي هو عايش عليه؟ صحيح. احنا بالنسبه حق معهد الابحاث احنا دائما نوفر له جميع الامكانيات. على سبيل المثال إذا كان هو يحتاج مختبرات، إذا كان يحتاج أجهزة، إذا كان يحتاج خبرات لهم مجال أكبر في هذا المجال فإحنا نوفر له إياه. مو بس كذي، إحنا ممكن حتى نوفر له اللي هو البراءات الاختراع، ممكن نساعده في تطوير فكرته بحيث أنه نوثق له إياها كبراءة اختراع مسجلة باسمه وبالآخر باسم دولة الكويت. حلو. في ناس يقولنا طبعا من الجامعات، ويعني احد طلابي السابقين يعني انا افتخر فيها، يعني انا خرجتها بالدبلوم وهي تخرجت الحين على يدي، يعني الحمد لله اشرفت على مشروع تخرجها بالبكالوريوس. السنه اللي طافت كان لنا مشروع مشترك ان خلينا نقول نفس بيبر نشرناها في احد او في كونفرنس في ساينتفك جورنال في دوله الكويت، اوكي، في الساينتفك بوست داي في جامعه الكويت. الله. فيعني تخيل ان طالبه بدايه مشوارها، اذا كنت انت كباحث أو كأشخاص من معهد الكويت للأبحاث العلمية توفر لهم البيئة المناسبة، تعطيهم الدافع، تحببهم بالبحث العلمي، صدقني المجتمع راح يتغير للأفضل. أكيد المجتمع راح يتغير للأفضل، وليس هناك مجتمع يسمو ويرتقي ويتغير للأفضل إن لم يكن به أشخاص خلونا نقول مثل أخونا ناصر، مثل أخواننا راشد وعبد الله، مثل كل من قلبه وغاريته على هذه الديرة وحاب يعطي من قلبه عشان يغير إلى الأفضل، وإن كنا فاضلين نسمو إلى أن نصبح أفضل وأفضل وأفضل. هذا الكلام اللي عندي أنا بالإنجازات اللي قاعد أقدمونها. إي والله للأمانة، يعني هذا قولي والله على ما أقول شهيد، لكن في ختام الحلقة أنا كل اللي أبي أقوله أستاذ ناصر الصايغ للمرة الثانية أنا تشرفت مرة ومرتين ومليون ومليونين أني قابلتك للأمانة، لأن يوم عن يوم لما أقابلك أشوف هناك تطور جميل جدا للأشخاص المحيطين فيني في هذا البلد، وأسأل الله أنه يطورني ويطور من حواليني عشان نرقى ونسمو، خلونا نقول في رفعة هذا الوطن الجميل اللي أعطانا وايد ما ينتظر منه إلا القليل، مجرد كلم يعني كلمتين مواطنة صالحة، كلمتين مواطنة صالحة. هذا كله من حب الوطن يا هاشم، بأن الواحد يعطي إنجازاته الكبيرة وهالة إيجابية ما شاء الله عند أخونا الأستاذ ناصر الصايغ في طبعا مشاركته في الأبحاث العلمية المفيدة اللي طبعا ترد في العائد للمجتمع، وإن شاء الله تلقون بدائل كثيرة أن تعوضنا على البنزين، ما نبي بنزين بعد هاشم، خلاص نبي نقلل ونخلي السيارة تمشي على الماء. إيش يقول أستاذ ناصر الصايغ أنا وياه بس خلاص وياك على قولتهم. نبي رسالة منك أستاذ ناصر توجهها لسادة المشاهدين فيما يخص طبعا تحفزهم فيما يخص الأبحاث العلمية. أي بداية أنا أحب أول شيء أشكركم مرة ثانية على هاي الاستضافة، وطبعا أستاذ هاشم أشكرك جدا جدا إنك شفتك مرة ثانية، الله يعطيك العافية. رسالتي أتمنى 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 أن جميع المؤسسات التعليمية في دولة الكويت تعطي فرصة أكبر حق الطلاب بأن يتعاونون في مجال البحث العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. في عندنا يعني potential كبير في الطلاب اللي عندنا، في الشباب الكويتي، خلينا نقول كل اللي محتاجينه هو دفعة بسيطة من هذه المؤسسات التعليمية. حاليا قاعد يصير في تعاون والله الحمد بين جامعة الكويت بين التطبيقي وبين بعض الجامعات الخاصة في دولة الكويت مع المعهد، ولكن احنا نطمح للأفضل للأكثر، خلي يكون هذا الدافع بحيث ان احنا مجتمعنا وطلابنا يرتقون للأعلى، وبالآخر وطننا ان شاء الله يرتقي ويرتفع للأعلى والأعلى ان شاء الله بإذن الله. للأمانة دائما نسمو سمو السامي الى الأعلى والى العليا دائما من خلال إنجازاتنا ومن خلال مواهبنا ومن خلال أفكارنا ومبادراتنا كشباب كويت. الأستاذ ناصر الصايغ كل شكر لك، الله يعطيك العافية على تنويرنا في هذه الحلقة. من عندي أنا أقول قفال، لكن كل الشكر على اللي مروا علينا اليوم، راشد دواس، عبد الله الفاضل، الأستاذ ناصر الصايغ، على الفايبس الإيجابية اللي أعطوني إياها، على التغيير الجميل اللي استشفيناه في مجتمعنا، كل شكر لهم ونوقف لهم وقفة إجلال وتقدير. الله يسلمكم. مشاهدينا بكذي وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا، كنا خفاف عليكم أنا وزميلي هاشم وأيضا ضيوفنا المتواجدين ويانا بالاستديو. عندك موهبة، فكرة، مبادرة، فعالية شبابية، ما عليك إلا أنك تدش على أكاونت البرنامج في شباب كيو اي تي في وتشاركنا، وإن شاء الله تكون معنا ضيف متواجد تشاركنا في إبداعاتك.
كان كل شيء. والختام مهم يشهد الله انك عزيز. انا يعني جاي بسوي مدرسه اعلام حديث، يشهد الله انك عزيز، بس هذا اللي بغيت اقوله. الله يسلمك، نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده باكر، فما الله.